الشغف. الشغف هو المحرك الأساسي لينا، وهو اللي بيدينا الرغبة والقدرة والحماس على مواجهة الحياة والإحساس بمتعها وتخطي مشاكلها، وهو السر اللي وراء الشعور بالسعادة والسعي ليها والحافز وراء العمل والاجتهاد. ولكن يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لو وصلنا لمرحلة فقدنا فيها الشغف، وإزاي ده هيأثر على حياتنا، ويعني إيه معنى فقدان الشغف أصلا، ويا ترى إيه هي ممكن تكون أسبابه وعلاماته وأثاره النفسية على أي فرد، وإزاي نقدر نعالج ده. ده اللي هنقوله دلوقتي. معنى فقدان الشغف: الشغف هو رغبة قوية لعمل شيء بتحب تعمله، والعزم على تحقيقه، وهو الدافع اللي بيمليك طاقة إيجابية وشحنة كبيرة وحماس، وبيدفعك للعمل والإنجاز مع يقين بالنجاح والوصول للهدف. وقد يكون الشغف ده بهواية معينة زي الرسم والعزف أو إحدى الرياضات اللي أي شخص بيحب يعملها، أو قد يكون بالسفر حول العالم أو التفوق الدراسي وغيره. ولكن ممكن يطرأ على الشخص كده ظروف معينة صعبة بتخليه يفقد الطاقة الكبيرة دي والحماس ده، وهو ما يعرف بمرحلة فقدان الشغف. مرحلة فقدان الشغف أو الباشون لوس هي المرحلة الصعبة اللي بيشعر بيها أي شخص، وبيحس إن هو مرهق ومتعب، وبيحس إن هو مش قادر يعمل أي حاجة، ولا قادر إن هو يكمل الطريق بتاعه، ولا قادر يعمل على تحقيق حلمه. فبيبتدي يحس بحالة من الفتور وحالة من الملل وعدم القدرة على إعادة الحماس والاندفاع نحو الهدف بتاعه، وبيبتدي يبقى عنده فقدان الاهتمام بالأنشطة اللي كانت مصدر كبير قوي للسعادة ليه. الإحساس ده بيمر بيه كل شخص مرة على الأقل في حياة أي شخص، وهي مرحلة صعبة وخطيرة وتفاصيلها كتير، وبتسمى في علم النفس نقصان الدافعية. يا ترى إيه هي بقى أسباب فقدان الشغف؟ لما نيجي نتكلم عن مرحلة فقدان الشغف، ما ينفعش إن احنا نحصرها في أسباب بعامل أو بسبب محدد أو واضح، علشان هو نتيجة لأسباب متراكمة بتتجمع مع الوقت، بتخلي الشخص غير مهتم بكل ما يحيط به، وبيبقى ما عندوش أي دافع للاستمرار. فيا ترى إيه اللي ممكن يحول شخص من شحنة طاقة وعمل وإنجاز وشعلة لشخص تاني فاقد شغفه وغير قادر على الاستمرار في محاولاته؟ أول حاجة اليأس والإحباط. بينتج الإحباط عادة من تكرار المحاولات الفاشلة، واللي بتقلل من ثقة الشخص بنفسه وبتخليه بيشعر بأنه إنسان فاشل، وإن هو مش بيحقق شغفه مهما حاول، أو إن هو بينتج عن ارتفاع سقف توقعات، علشان أوقات بتكون التوقعات غير واقعية وغير منطقية، فده بيسبب له شعور بالإحباط وفقدان الشغف. تاني حاجة الرغبة بالوصول السريع. أحيانا ممكن يكون الهدف المراد الوصول ليه بيحتاج لوقت طويل ومدى طويل، ونتائجه بتكون بعيدة. فمثلا لو كان شغف احتراف العزف على آلة موسيقية مثلا، فده بياخد وقت طويل نسبيا وتمرين متواصل على الآلة، وده بيخلي بعض الأشخاص بيحسوا بالملل بسرعة، فبالتالي بيفقدوا الرغبة في الاستمرار. تالت حاجة الروتين الممل. بيعتبر الروتين اليومي من أحد أهم الأسباب اللي بتؤدي لقتل الشغف، لأن القيام بأعمال نفس الأعمال اليومية هيها روتينية، ونحن نشوف نفس الأشخاص بيؤدي للشعور بالملل، وبنحس إن احنا حالة من فقدان الشغف وفقدان الحماس والدافع. رابع حاجة عدم وجود هدف محدد وواضح. بيكون أحيانا المشكلة في الهدف نفسه، فإذا كان الهدف غير واضح فده بيؤدي لعدم قدرة الشخص على تتبع إنجازاته
وان هو يتقدم في يعني في الحاجة اللي بيقوم بيها، فده بيخليه يصاب بالإحباط وفكرة حتة فقدان الشغف. خامس حاجة بقى، فقدان المحفز الرئيسي. المحفز هو الشيء اللي بيدفعنا للاندفاع لتحقيق الشغف بتاعنا أو الحاجة اللي احنا بنحبها، وبدونه بتصبح الأهداف بتاعتنا مجرد أحلام بنتمنى ان احنا نحققها. فلما بنفقد الحافز ده ونفقد الرغبة والشغف الاستمرار، فمثلا يعني وفاة شخص عزيز بيتسبب في فقدان الشغف وبيتسبب في صدمة كبيرة لأي شخص. ممكن مثلا تكون الرغبة في إسعاده هو الحافز للعمل والوصول لأهدافه، وغياب المحفز الرئيسي بيؤدي للشعور بعدم الفايدة من الاستمرار، بيحس انه خلاص مفيش فايدة ان انا استمر. سادس حاجة بقى، المقارنة بشخص اخر. من الممكن ان يكون ان يتسبب شخص انه يقارن نفسه بالاخرين بشعوره بالفشل، وانهم بيصلوا لتحقيق شغفهم وهو لسه ما وصلش، فبالتالي يعني بعد ما بيقلل من ثقته بنفسه، ده اكيد الاحساس ده بيخلي اي شخص، عشان كده دايما بنقول ان احنا بلاش نقارن نفسنا بالاخرين، لان الشعور ده بيخلي الشخص ان هو يحس ان هو مش واثق في نفسه وبيشعره دايما بالاحباط. وقد احيانا بتساهم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في الشعور بالاحباط، خاصة وانها دايما بتظهر الجانب الايجابي فقط، وغالبا اللي بيكون غير واقعي من حياة بعض الاشخاص اللي دايما بيصدروا يعني جزئية معينة عن حياتهم، فده بيؤدي اغلب الناس بتشوف الحياة من بره، فبالتالي ده بيؤدي يعني تسبب في شعور باليأس وفقدان الشغف. سابع حاجة، الشعور بالإرهاق. احيانا بيتعرض الشخص خلال محاولاته للوصول لشغفه للعديد من الظروف الصعبة، سواء الأسرية او المهنية او الدراسية او الصحية او العاطفية، اللي بتستهلك طاقته وبترهقه وبتقلل من حماسه وبتخليه الشغف بتاعه يتقتل جواه ويحس ان هو ما عندوش خلاص شغف. تامن حاجة بقى، ادراك ان احنا ندرك ان الشيء اللي بنسعى ليه يعني خلاص ما بقاش يهمنا. يعني اوقات الانسان بيوصل لمرحلة ان هو بيدرك فيها انه كان غلط لما حدد الهدف ده، او حس فترة ما ان ده الشغف بتاعه وان هو نفسه يوصل للهدف معين، وده شيء طبيعي. احيانا النفس البشرية بتبقى متقلبة، لان كل مرحلة من مراحل حياتنا بتخلينا ممكن نبقى عندنا شغف بحاجة معينة، بعد كده الشغف بيقل او بيبتدي شغفنا بيروح لاتجاه اخر. ولكن بتقع المشكلة هنا مسافة طويلة في الرحلة الاولى، والشخص بيفاجئ بانه مش هو ده اللي بيدور عليه، مش هو ده الحاجة اللي هو بيحاول ان هو بيسعى ليها بعد ما خلاص يعني قطع مسافة طويلة جدا في الرحلة بتاعته. فده طبعا بالتالي بيخليه بيتسبب في انطفاء رغبته وشغفه في كل شيء. علامات بقى فقدان الشغف بالحياة. فقدان الشغف فيه علامات معينة بتظهر على الشخص وبتدل عليه، وهو بيشبه إلى حد ما أعراض الاكتئاب. ومن أبرز العلامات اللي بتدل على الدخول في المرحلة دي، أول حاجة تفكير بشكل تشاؤمي، يعني دايما متشائم. التفكير التشاؤمي من أحد أهم علامات فقدان الشغف، وبيصبح الشخص غير متأكد من قدرته على الوصول للشغف بتاعه، وبأن مفيش فايدة من أن هو يستمر ومفيش حاجة هتتغير حتى بعد وصوله، وأن دايما الحياة بتبقى في نظره سيئة وأنه ما تستحقش أن هو يحارب عشانها. تاني حاجة، القلق المستمر. دايما بيكون شخص عنده قلق مستمر من أعراض دي، من أهم أعراض فقدان الشغف، فبينتج عنها القلق دوت الشعور بالإحباط وعدم الثقة بالنفس، والشعور بأنه شخص دايما فاشل وأنه مش هيوصل للحاجة اللي بيسعى ليها، فبالتالي ده
بيحسسه ان هو عمره ما هيقدر يوصل لشغفه. تالت حاجة عدم الرغبة بان هو يقوم بأي حاجة اصلا. بعض الحالات لما بيفقد شغفه بيشعر بعدم الرغبة في اي حاجة، حتى ان هو يعني حتى ان هو يقوم من السرير، ولا ان هو يروح شغله، ولا ان هو يذاكر، او ان هو يكلم حد، او ان هو يتواصل مع حد، لان دي بتبقى مرحلة صعبة من مراحل فقدان الشغف. رقم 4، الملل. من علامات فقدان الشغف الشعور دايما بالملل. فالإنسان بيبقى عنده كل الحاجات اللي بيقوم بيها وكل الحاجات اللي بتشكل جزء من شغفه مملة، يعني بتبقى بالنسبة له خلاص بقى غير مثيرة بالنسبة له، بتبقى الموضوع عادي بالنسبة له، وبيفقد اهتمامه بيها وبالحماس من ناحيتها. خامس حاجة، الندم. الشعور دايما بيبقى عنده احساس بالندم، وان هو بدأ ان الطريق ده ان هو يعني بيبحث عن طريق اخر يعني، وبان هو بيحس ان هو ضيع بعض الفرص الذهبية في حياته من علشان الشغف بتاعه، وان هو ودي يعني علامة من احد علامات فقدان الشغف. 6، الخلافات مع المحيط. دايما بيكون الاحساس الشعور الدائم بالقلق والملل وعدم الرغبة في ان هو يقوم بأي حاجة، فده بيؤدي دايما للتصادم مع المحيط اللي حواليه وكثرة الخلافات مع الأشخاص المقربين، وده وحتى مع الشريك أو الوالدين، فده ممكن يكون علامة من علامات فقدان الشغف. 7 حاجة، الأرق. دايما بيسبب القلق ومشاعر الندم والضياع والتفكير الزائد، ده بيكون من الأسباب اللي بتؤدي لعدم القدرة على تحقيق الهدف. مشاكل النوم دي بتكون من أهم العلامات، فبالتالي من الممكن أن يكون الأرق أحد علامات فقدان الشغف. علاج بقى فقدان الشغف في الحياة. كتير يعني ناس كتير بتتساءل في فكرة ان انا هل ممكن ان انا استعيد شغفي في الحياة بعد كده، وهل الاجابة ان هو يعني مرحلة فقدان الشغف دي هل هي مرحلة مؤقتة ممكن نتخلص منها؟ هقول دلوقتي واقول في بعض النصائح معينة اللي ممكن يعني تخلصنا من المرحلة دي. اول حاجة، نحدد الشغف بشكل واضح. نحاول نعرف ايه هو الشغف الحقيقي بتاعنا. السعادة مثلا بحد ذاتها ما ينفعش ان احنا نحددها كهدف، وما ينفعش ان احنا نترجمها كخطوات عملية ممكن ننجزها. فنحاول ان يكون الشغف عملي ونقدر نحققه. تاني حاجة، ان احنا نتخذ خطوات صغيرة، ان احنا ممكن نكون الهدف اللي بنسعى للوصول ليه صعب وبيحتاج وقت طويل علشان نحققه، فده هيسبب لنا الشعور بالفتور وفقدان الشغف، بنحس ان احنا خلاص بقى زهقنا. فبالتالي المشكلة دي عشان نعالجها نقسم الهدف لخطوات نشتغل عليها بشكل يومي، فده هيقلل من فكرة الشعور بصعوبة الهدف، ده مش هيخلينا نحس ان الهدف بتاعنا صعب قوي بيحتاج وقت طويل، وهيساعدنا في الخروج من حالة فقدان الشغف، وان احنا هيخلينا نرجع تاني ان احنا نرجع ننجز من اول وجديد. القراية في كتب تطوير الذات من اهم العوامل اللي ممكن تساعدنا جدا في ان احنا نستعيد الشغف بتاعنا، ان احنا نقرأ كتب بتساعدنا على تطوير الذات. من فكرة يعني دي من أهم الحاجات اللي بتساعدنا في الخروج من مرحلة فقدان الشغف، ودايما بتساعدنا كمان في استعادة الثقة بالنفس ان احنا مثلا نقرأ كتب تطوير ذات. كمان في بعض الروايات ليها أثر كبير في الدفع، يعني في ان هي تدفع الإنسان نحو السعي ان هو يحقق أحلامه، وخاصة بأنها بتدي بعض التفاؤل إن هو يكمل.
رابع حاجة استخدام الأجندات، إن احنا ممكن من حاجات اللي هتساعدنا جدا إن احنا نستخدم الأجندات أو نستخدم البلانر في استعادة الحماس للاستمرار، وإن احنا نخطط من جديد وإن احنا ننطلق نحو الشغف بتاعنا. ده هيساهم البلانر أو الأجندة أو الحاجة اللي احنا هنستخدمها في تنظيم يومنا، هيساهم بنسبة كبيرة قوي وفي حياتنا وفي أهدافنا بصورة أفضل. خامس حاجة الحصول على قسط كافي من الراحة. الجسم طبعا والعقل كل فترة لازم ناخد استراحة، وده علشان نستعيد نشاطنا وحماسنا من أول وجديد. لازم ناخد أجازة من شغلنا ونقضي بعض الوقت في الاسترخاء، وانا قبل كده اتكلمت في النقطة دي. ممكن جدا نعمل حاجات تكون ليها تأثير إيجابي وان هي تساعدنا، زي التأمل، زي اي حاجة بتكون بتخرجنا من المود السلبي، وهتساعدنا جدا ان احنا نصفي ذهننا وان احنا نرجع نحقق اهدافنا بشغف اكبر. عشان كده دايما بنقول الراحة مهمة جدا. سادس حاجة تنظيم مواعيد النوم، ان احنا ننظم مواعيد نومنا. يعني الشخص لما بيقطع شوط كبير قوي في تنظيم يومه وحياته ومعرفة اكتر الساعات اللي بيكون فيها نشيط، بنبقى اكيد عارفين ان في ساعات معينة بيبقى فيها الانسان نشيط وقادر على ان هو ينجز. الساعات اللي بيشعر فيها بقى خلاص ان هو تعبان، فيقوم باستغلالها ان هو يروح عن نفسه وان هو يستعيد نشاطه، وان هو يحاول ان هو ينظم مواعيد نومه وينظم اليوم بتاعه. سابع حاجة ان احنا نبحث عن الاشخاص الايجابيين، ان احنا نحيط نفسنا بالاشخاص ايجابيين وطموحين، فده بيحفزنا اكتر على الاستمرار وبيخلينا ما نستسلمش ونتخطى الظروف الصعبة، وبيخلينا نستعيد الشغف من اول وجديد. تعمل حاجة نكسر الروتين، يعني فكرة ان احنا نستعيد شغفنا من خلال كسر الروتين، لان الروتين اليومي الممل اللي احنا بنجرره كل يوم نحاول ان احنا نقوم بحاجات جديدة ومسلية ولذيذة تخلينا المود بتاعنا يبقى لذيذ، ويخلينا نكسر الروتين وان احنا نقوم ببعض المغامرات مع اشخاص مثلا مقربين ومرحين، يعني عندهم روح مرحة وتخرجنا برا الاحساس دوت. فده هيخلينا نستعيد دايما نشاطنا والطاقة بتاعتنا هترتفع، وهتخلينا يدينا دافع كبير قوي ان احنا نكمل رحلتنا نحو اهدافنا. رقم 9 ان احنا نتصالح مع نفسنا. لو الانسان توقف عن الانجاز ومثلا حس باحساس الفشل وتوقف عن لوم نفسه ان هو يحاول بقى يبتدي ان هو يتصالح مع نفسه، ده يخلي عنده دافع كبير قوي قوي ان هو يحارب من جديد ان هو يوصل لشغفه وان هو يجدد شغفه من اول وجديد. عشر حاجة بقى ممارسة الرياضة. الرياضة طبعا بتساعد بشكل كبير جدا باستعادة النشاط الجسدي والصفاء الذهني، وخاصة اليوجا، فهي بتخلص الجسم من الطاقة السلبية وبتعيد الحماس والشغف لحياتنا دائما.